بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا الله جميع ضيوفك الكرام مرحبا، وكذلك جميع الأخوة المشاهدين. مرحبا. طبعا من الواضح لدى ترامب توجهات من أجل التهدئة في أوكرانيا، ولكن الوقت متأخر لمثل هذه التهدئة، وكما يقول المثل العربي الفأس وقع في الرأس. أضف إلى ذلك أن صلاحيات أي رئيس أمريكي فيما يتعلق بالتهدئة، سواء فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والعسكرية، محدود، ولكن في المقابل صلاحياته فيما يتعلق بالتصعيد غير محدودة. نعم، لذلك نتوقع أنه سيفشل فيما يتعلق بالتهدئة في أوكرانيا، وسينجح فيما يتعلق بالتصعيد سواء ضد محور المقاومة أو ضد الصين كما هي توجهاته. إذا أنتم وبالتالي تتوقعون تصعيد من إدارة دونالد ترامب القادمة، وبالتالي كيف ستتصرفون حيال ذلك؟ بكل تأكيد نحن نتوقع التصعيد ورب ضارة نافعة، وما أن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى أن يصل ترامب إلى السلطة، لأن هناك حرب وكان هناك تصعيد مستمر وهناك توسيع لرقعة الصراع. وبوصول ترامب إلى السلطة بغطرسة وتكبرة ستفضح أمريكا بشكل أكبر، لأن ترامب هو يتحرك بدون أي قناع، وبالتالي أضرار بايدن وكذلك أوباما أكثر بكثير على منطقتنا من شخص مثل ترامب. هذا من جانب. من جانب آخر نؤكد للجميع أن عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر وفي عمق الكيان الصهيوني ستستمر ولن تتأثر بوصول ترامب إلى السلطة، وسنقابل التصعيد بالتصعيد، لأن هذا الموقف هو موقف أخلاقي، ولن نوقف عملياتنا العسكرية إلا بوقف جرائم الإبادة نعم، الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكاننا لو طبقت السماء على الأرض. وقد أقول دائما مهما بلغت كلفة المواجهة مع أمريكا وبريطانيا فإنها لن تصل إلى كلفة المواجهة في حروبنا الداخلية، وكل هذه الكلف لن تصل إلى مستوى كلفة عذاب الله سبحانه وتعالى إن تخلينا عن إخواننا في فلسطين، وبالتالي نعم، نحن نعم. مطمئنين وسنواصل المعركة. موقف واضح وصريح، بالتالي أنت ترد على الأنباء التي رددها بعض المناوئين لكم بأن لكم تصريح كجماعة أنه ستوقفون عملياتكم مع وصول ترامب إلى السلطة. هم شوف يقول لك المثل، الناس يرون أو من اللي البعض يرى يرى الناس الناس بعين طبعه يعني يعني؟ نعم. أها الآن هناك حالة قلق وخوف، يعني في السعودية بالنسبة للنظام السعودي ومن معه هم يعني سعداء وصول ترامب إلى السلطة، كما يقول المثل العربي القط يحب خناقه، أنه حالة غريبة، ولكن بالمقابل لديهم حالة قلق وخوف، نعم وهذا سيكون له تأثير ربما في دفع النظام السعودي والنظام الإماراتي لإشعال الجبهة الإقليمية، لأن لديهم خوف كبير من ترامب. أيضا ترامب هو سيسعى لتصعيد الحرب ليس فقط في منطقتنا وإنما في العالم كله، ولكن بطريقة تجبر الآخرين على دفع التكلفة وليس أمريكا. طيب،